أكثر من عدد من المسؤولين، فأخبر الزملاء أن بعد الاتصال سأخبرهم بالجديد، لكن منذ الآن ستتم مكاتبة الحكومة ومكاتبة منظمات دولية من أجل التراجع، من أجل الضغط على التراجع على هذا القرار. فبتضامنكم جميعا، بتضامنكم جميعا زميلاتي زملائي، بتضامنكم سنصل إلى المبتغى إن شاء الله. عندي الآن موعد مع السيد الوكيل العام. بالنسبة للمحكمة الاستئناف، معكم الأستاذ أبو عباد الله، أستاذ وليد رحال، الأستاذ أمغار محمد. اي حاجه كانت هما كيتصلوا بيا، انا الان كيتصلوا بيا جميع الزملاء اللي مختلف معاك. انا غيتم الرساله المشتركه. اعتقد الامر بيديهم هما، حنا غنديروا الواجب اللي علينا. كيف يعقل انه الان مرجان ترام كل شيء خدام الى اخره، ما كاين لا تباعد لا واش كيعطيك جواز باش يمكن لك تطلع للترام؟ انتم المحامين الاولى بتطبيق القانون، علاش ما تطبقوش القانون ديالك؟ فين هو القانون؟ اش من قانون؟ قانون ديالك اش من قانون؟ خليه هو يتناقش، اش من قانون؟ قانون كاين وزير، كاين وزير يحاول ان يفرض سيطرته على المحامين، وهذا لن يتاتى له. المؤاخذه ديالتكم على هذه الرساله المشتركه ديال على الرساله المشتركه بين الوزير. انا استغرب كيف ان السلطه القضائيه والسلطه التنفيذيه تجتمع في ان واحد لاصدار مثل هذا المقرر غير دستوري. شكرا السيد نقيب. اليوم جينا باش نؤديو الواجب ديالنا، باش نمثلوا الممكنين ديالنا ونعازرهم. كنتفاجئوا ان المحكمه قد اغلقت ابواب ديالها في وجه الزملاء، هذا كنعتبره مس خطير، لان اول مره في تاريخ المغرب يمنعوا المحامون من ولوج المحاكم. الى رجعنا للدوريه الثلاثيه فهي عندها نقاش كبير. لا يعقل ان تكون السلطه القضائيه عندها استقلاليه وتكون هي الملجا الموكلين الزملاء في رفع القضايا والبث في النزاعات، مع ذلك فهي توقع على دورية ثلاثية تلزم المحامون وتلزم مرتفقين العدالة، مرتفقين العدالة بصفة عامة، وتلزم القضاة والموظفين بالولوج إلى المحاكم عن طريق جواز تلقيح. في الوقت اللي كنشوف واحد انفراج وحتى الوباء كنقولوا بحال في طريق انقراض، كنشوف أنه تشديد على المحاكم وعلى المحامي بالضبط، لان اكتشفنا اليوم ان المحامي هو المستهدف بالضبط، لان شفنا ان موظفين وحنا ماشي كنديروهم، حنا كنديروا مع النظام، دخلوا اريحيه ودخلوا قضاة، واليوم محامي كيتمنع. علاش كيتمنع؟ هذا هو السؤال المطروح. واش هاد الناس ما عارفينش اش كيديروا؟ واش هاد الناس يقلبوا على شي امور اخرى ما كنعرفوهاش حنا؟ الى ان اللي بغينا ناكدوا انه سابقه، كنقولها وناكد عليها، سابقه خطيره و غير دستورية وغير شرعية، واش تمنع المحامي من ولوج المحاكم والمكان المفضل والمكان المخصص والمكان الطبيعي للمحامي هو المحاكم؟ إلا سديتي عليه المحاكم واش غيدير هذا المحامي؟ والمحامي اللي يمثل نفسه فهو يؤازر وينوب يدير خمس الصبح المواطن. المواطن دابا باقي ما حش ما استشعرش هذا الخطر، ولكن بعد غيبان لي بأنه خطر ملي كيتمنع المحامي، ملي كيدافع عليه بأنه كيتمنع. ما تبقاش الثقة بين الموكل وبين المحامي، ما تبقاش الثقة في الدولة، لان مثلا كتب محامي، المحامي راه رمز رموز حقوق في الدوله. ما يمكنش نوقفوا واحد القطاع كبير ديال المحاماه عبر التاريخ، ودابا حنا ما بقيناش عارفين اين فين غنوجهوا التظلم ديالنا، لان السلطه القضائيه والرئاسه السنيه بالعامه ووزاره العدل هما اللي دايرين الدوريه. اذا فين غنطعنوا في هذا القرار؟ فين غنمشيو؟ اذا هذا تساؤل قانوني. حنا اليوم ما بغيناش نكونوا كنستنجدوا باجانب ولا كذا، لان احنا مواطنين قبل كل شيء، وكنحبوا الوطن ديالنا وما كنبغوش يتمس، وما كنبغوش السمعه ديال البلاد تمشي. اليوم يقف المحامون ليس للوقوف الا، ولكن لان هناك مس بحق الدفاع، وهو حق لا يمكن للمحاكمه العادله ان تكون بدونه. من جهة ثانية، حينما يقف المحامي أو يوقف المحامي أو يعرقل المحامي تعرقل الحقوق. نحن لسنا ضد أحد، نحن ضد كل ما من شأنه أن يمس
عمل المحامي الذي لا يمكن للعدالة أن تقف بدونه، لأن المرتكز الأساسي هو الدفاع. كيف للمواطن أن يطمئن لأمني القضاء والحال أنه انتزع منه حقه في الدفاع؟ اليوم جئنا للمحكمة كي ندخل، منعنا من وجود المحكمة ككل، الحرم ديال المحكمة كله مغلق، المحكمة الابتدائية المدنية خلاو لنا واحد القرقرة من ندوزو، سدوا الباب سدوا كل شيء خلاو لنا. لا تنشوفش انا في الظرفيه اللي حنا فيها، في الظرفيه اللي خصنا نتبعوا كاملين وراء جلاله الملك، في الظرفيه اللي خصنا كلنا نكونوا صف واحد، نجيو نخلقوا مناوشات مجانيه. انا ما تهمنيش شكون اللي صدروا الثالوث المقدس ولا ماشي الثالوث المقدس ولا الثلاثيه ولا شي حد اخر، ما تهمنيش بقدر ما كيهمني كحقوقي كرجل قانون انه نحترم، لان الا ما تحترمش المحامي راه ما تحترمش حق الدفاع، ولا ما تحترمش حق الدفاع راه ضربت المحاكمة العادلة في العمق ديالها.